الجزيرة ومقر القرعة النهاردة لبطولة أفريقيا للرجال، وزملائي الأعزاء مريم سميح وروزان نصر عشان نعرف منهم ما أسفرت عنه القرعة. اتفضلي يا مريم. برحب بيك كابتن هيثم، برحب ايضا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبرحب بالزميله مريم سميح اللي بتشاركني تغطيه اليوم من داخل مقر النادي الاهلي فرع الجزيره، متواجدين مع حضراتكم طبعا لنقل ما بعد مراسم قرعه بطوله الانديه الافريقيه للكره الطائره رجال. يعني النهارده الاجتماع الفني كان حوالي الساعه 5:30 مساء، طبعا في نسخته 45 بمشاركه 21 فريق. طبعا النهارده كان موجود كمان عضو مجلس اداره النادي الاهلي محمد الضماطي، وايضا الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وده طبعا يعني بدء هذه البطوله غدا، الافتتاح في اولى مباريات النادي الاهلي غدا هنا بمقر النادي الاهلي في الجزيره الساعه 7 مساء. وطبعا حامل لقب النسخه الماضيه، يعني خلينا نقول نادي مولوديه بوسالم التونسي بعد فوزه على فريق نادي الزمالك بنتيجه 3-2. هذه البطوله مهمه جدا اكيد، وبنتمنى التوفيق لفريقنا النادي الاهلي، ولكن تفاصيل البطوله اكتر مع الزميله مريم سميح. برحب بيك يا مريم. برحب بيك يا روزان، برحب بيك كابتن هيثم، برحب طبعا بنجومك الكبار نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب بكل متابعي ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن اضيف على كلام روزان، زي ما هي قالت يمكن مراسم قرعه البطوله ابتدت في تمام الساعه 5:30، ويمكن خلاص منذ دقائق قليله انتهت هذه القرعه بحضور عدد من ممثلي الانديه، او يعني يمكن اغلب ممثلي الانديه كانوا موجودين، ويمكن اقيمت في قاعه فكري اباظة بمقر الرئيسي بالجزيره. خليني اقول لك كابتن هيثم ان يعني يمكن اتكلموا كلهم سواء القائمين على الاتحاد المصري للكره الطايره طبعا برئاسه المهندس ياسر قمر، يمكن كان اتكلم ويعني اشاد بتنظيم النادي الاهلي لهذه المباريات اللي كمان هتقام على صالتي سواء صاله الامير عبد الله الفيصل او صاله الشهداء. اتكلم انه منذ 2019 للنادي الاهلي لم ينظم هذه البطوله، فاكيد عشان كده يعني شاف المجهود الكبير اللي بذله كل القائمين على النادي الاهلي في هذه البطوله. وخلينا اقول لك كده يا كابتن هيثم، يعني يمكن كمان عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي وكمان يعني اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، عايز اقول لك بالظبط التايتلز الخاصه بيهم في هذه البطوله. خليني اقول لك ان اكيد استاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي هو رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، كمان يعني يمكن المهندسه مي عاطف هي نائب رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، وايضا يعني خليني اقول لك ان كان حاضر المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكره الطايره، كان في ايضا كلمه للسيد عدنان عبد الله نائب رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطايره، ايضا كان في كلمه مهمه جدا لكابتن خالد العوضي اكيد مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي وايضا مدير هذه البطوله. خليني اقول لك ان هو ايضا اتكلم ورحب بكل الموجودين ال21 نادي اللي بيشاركوا في هذه البطوله اكيد الكبيره واللي بينظمها النادي الاهلي، فاكيد كان رحب بيهم ترحيب كبير جدا، واكيد اتكلم على كل الامور الخاصه باستضافه النادي الاهلي لهذه البطوله وكمان كل القائمين عليها. كمان كان في كلمه للسيد جواد براده رئيس لجنه الحكام بالبطوله، ويمكن اتعرف او عرفنا على الحكام وكل الحكام اتكلموا على نظام البطوله اللي هتقام فيها، واكيد تفاصيل اكتر يا كابتن هيثم هنشوفها خلال البطوله، واكيد التحكيم وكمان لجنه الحكام هنتعرف عليها اكتر خلال وقت البطوله. خلينا اقول لك كمان ان كابتن فؤاد عبد السلام رئيس لجنه المسابقات ورئيس اللجنه الفنيه بالبطوله كان بدا مراسم القرعه واتكلم عن كل التفاصيل، واتكلم كمان ان هو احد اكيد ابناء النادي الاهلي واكيد كان ليه الفخر ان هو يكون موجود في هذه البطوله. ويمكن كمان يعني خليني اقول لك يا كابتن هيثم ان النادي الاهلي كان في جروب A طبعا او المجموعه الاولى، كان مع نادي مصنع الاسمنت من اثيوبيا، وكمان مع جرين تيم من كونغو الديمقراطيه، وايضا مع نادي ايكويتي من كينيا، وايضا بيقع معاه في نفس المجموعه نادي الفتح من المغرب. دي المجموعه اللي وقع فيها النادي الاهلي، واكيد بنستعد بكره لافتتاح مشرف بيليق بالنادي الاهلي اكيد وكل القائمين على هذه البطوله، وهنتابع بقى معاك يا كابتن هيثم ان شاء الله الافتتاح بكره هيبقى فيه تمام الساعه 7 مساء، بيليه على طول مباراه النادي الاهلي في تمام الساعه 8 مساء. مريم وروزان الحقيقه ما شاء الله عليكم، يعني غطيتوا لنا كل يعني كاننا قاعدين بالظبط في القرعه، بشكركم بجد من كل قلبي، ودايما كده متالقين ودايما قناه النادي الاهلي في قلب الحدث، بشكركم شكرا جزيلا. وخليني تاني يعني اوضح لحضراتكم الفرق وتوقيتاتها، تم الاعلان عنها رسميا 4 مباريات ورا بعض. المباراه الاولى هتكون مع الاسمنت الاثيوبي بكرة بإذن الله 14 إبريل، المباراة الثانية الأهلي والعدالة الكيني
يوم 15 ابريل، ده تاني يوم على طول. المباراه الثالثه الاهلي وجرين تيم الكونغولي هيبقى يوم 16 ابريل. يوم 17 ابريل يوم التالي ليه على طول الاهلي والفتح المغربي. هنا اربع مباريات ورا بعض، 1 2 3 4، اربع مباريات متتاليه. هنا اكيد هيكون في يعني فكر هيلعب بيه اكيد مستر فرلاندو، من غير ما اعرف يعني او من غير يعني ما اتكلم كتير، اكيد هيعمل روتيشن. اكيد المدير الفني طبعا الاسباني هيعمل روتيشن، مستر مونزو، انا اسف، مستر مونزو اكيد هيعمل روتيشن لكل اللعيبه بحيث انه يطلع من الدور ده باقل الاجهاد واقل خسائر. كل التوفيق لفريق الرجال ان شاء الله.